أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم يا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا إِنَّ لَكَ
لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا إن لدينا
غصة وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا رسولا شاهدا عليكم فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم.
وزد وبارك على رسولنا. قال النبي فداك أبوك يا زهرة يا زهرة، إن هداك البرايا بنوك يا زهرة يا زهرة. يا من رضا ربنا من رضاها يا زهرة يا زهرة، يا زوجة المرتضى في علاها يا زهرة يا زهرة.